بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، معالي رئيس دولة الوزراء الدكتور معين عبد الملك، معالي وزير التعليم العالي الدكتور حسين عبد الرحمن باسلة، تحية طيبة. وبعد، نحن طلاب الاستمرارية كشف 34 الذين اعتمدوا من وزارة التعليم العالي في المحضر الذي وقع عليه نائب الوزير والملحق. نحن طلاب الاستمرارية منذ أكثر من سنتين ونحن نناضل من أجل حقوقنا. نحن طلاب منتظمين دراسياً ومتفوقين علمياً، ولا ينقصنا شيء، ولكننا ينقصنا أن احنا لسنا أبناء ذوات، ولا لدينا واسطة ولا لدينا أي توجيهات. أنا أحد الطلاب المعتمدين ضمن كشف 34 لاستمرارية. طلاب الاستمرارية ضمن محضر الوزارة 34 المعتمد من الربع الرابع، نطالب الوزارة بسرعة إرسال مستحقاتنا. تم اعتمادنا بمحاضر رسمية 34 طالب استمرارية. نحن الآن في الملحقية الثقافية معتصمون إلى أن يتم إضافة أسمائنا لكشوفات الربع الرابع. نحن أتينا اليوم إلى الملحقية للاعتصام بسبب مماطلة الوزارة التعليم العالي بتأجيل اعتماد الربع الرابع إلى الربع الأول. والآن نحن معتصمون في الملحقية إلى أن تعتمد أرباعنا أو يصرف لنا الربع الرابع إلى يوم الخميس. ظروفنا المادية قاسية لا تتحمل أي صبر أو أي تأخير. مستمرون في الاعتصام في الملحقية الثقافية حتى يتم اعتمادنا في الكشف الربع الرابع. يؤسفنا أن الوزارة تماطل في إضافة أسماءنا إلى الربع الرابع، ونرجو من الوزارة تقدير ظروفنا الطارئة، وسنواصل في هذا المبنى إلى أن تتم مستحقاتنا، ولا نريد أن ندخل في أشياء غير جميلة كإغلاق الملحقية وأشياء. لن نغادر الملحقية، وسنصعد ونقول الاعتصام إلى السفارة. نحن معتصمون في الملحقية إلى أن تعتمد أرباعنا أو يصرف لنا الربع الرابع إلى يوم الخميس، ومن ثم سوف نصعد الاعتصام إلى مبنى السفارة، سفارة الجمهورية اليمنية في ماليزيا.